أيوة بركات إن شاء الله. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ يا شباب يا بنات الصوت واضح؟ طيب اليوم إن شاء الله راح نكمل عن النماذج الرئيسية التي يمكن مش فاهم الإمام إيمان شكرا السيناريوهات بدك المؤثرة في رسم سيناريوهات ناجحة. طب حاضر. أول شيء بدأنا بالسيناريوهات، بنعيدها حسب طلب الإيمان. نعم، سيناريوهات إدارة الأزمة حكينا هي مجموعة من الإجراءات، وهي مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة المواقف المحتملة. هذا ما تحدثنا عنه في السيناريو، ما كتبنا كثير على السيناريوهات. حكينا أيضا بأن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في رسم سيناريوهات ناجحة لإدارة الأزمات. أولها توفر الإمكانات البشرية والمادية والمالية، بعدها تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وبعد ذلك تحليل البيانات المتوفرة حول الأزمة، وأيضا التوضيح الوافي والكافي والكامل لكل مراحل السيناريو. أيضا تحدثنا عن بشكل عام الهيكل العام لسيناريوهات الأزمة، بتضمن هيكل سيناريو الأزمة، أولا موضوع الأزمة، وبعدها البيئة المحيطة بالأزمة وأطراف الأزمة والإمكانات المتاحة في المنظمة وردود الفعل المتوقعة والبدائل المتاحة وأساليب المواجهة والتوصيات. العناصر الرئيسية لرسم سيناريوهات إدارة الأزمة، أولها شكل التدخل في الأزمة وتحديد بعدها المسؤوليات، ومن ثم مراعاة الزمان والمكان، وبعدها تحديد وضع الأزمة لحظة المواجهة، والنقطة الأخيرة تحديد الأفراد اللازمين. هذا ما تحدثنا عنه في آخر شيء متعلق بسيناريوهات الأزمة. في أي سؤال؟ طيب راح نتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع جديد، وهو بعض النماذج التي يتم استخدامها بشكل عام في الأزمات. نحن نعلم بأنه هناك مجموعة من النماذج الجيدة والتي تستخدم في العديد من يعني الجهات من أجل مواجهة الأزمات بشكل عام. هذه النماذج هي تعتبر أسلوب لقياس الأزمة بشكل عام، ولمعرفة مدى التغلغل الذي قد أحدثته الأزمة، ومحاولة دائما أن تقيس يعني ما هي الأمور التي أدت إلى خسائر داخل المنظمة ودرجة التأثير بشكل عام للأزمة. وأيضا تحاول هذه النماذج أن تحاول التفاعل والتخطيط في كيفية التعامل مع الأزمة من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والتصرفات التي يمكن من خلالها مواجهة الأزمة بشكل عام. عندنا خمس نماذج هي نعم النموذج، خلينا باللغة الإنجليزية حاولوا احفظوها أفضل. النموذج الأول هو نموذج Think. نموذج Think هذا النموذج يعتبر أهم نموذج من نماذج إدارة الأزمات. هذا النموذج يعتبر أهم نموذج، حيث يحاول هذا النموذج أن يتعرف على كافة التضاربات والتعارضات بشكل عام، ومدى إلحاق الدمار داخل المنظمة من خلال قياس قيمة الأثر للأزمة على المنظمة.
دائما يحاول هذا ايضا النموذج ان يتعرف على التكلفة التي يمكن ان نخسرها من خلال التدخل في إدارة الأزمة، اي حساب التكلفة، وايضا آلية وطرق التعامل والتخطيط مع الأزمة، وكيفية تشكيل الفريق للأزمة لإعداد الخطط اللازمة وفق هذا النموذج. أيضا هذا النموذج يحاول التعرف على التداخلات والتضاربات، نعم، وعزل وفصل الأزمة، وكيف أنه ممكن هذه الأزمة أن تكون لها تأثيرات مستقبلية على سمعة المنظمة بشكل عام. أيضا هذا النموذج يركز على دائما أنه كيفية إدارة الأزمة، إدارة الأزمة بطريقة يعني تبعد بطريقة إيجابية، تبعد عن تجنب أو تحاول تجنب الأثار السلبية بشكل عام داخل المنظمة. النموذج الآخر يسمى نموذج نود أنتوكو، هذا النموذج أيضا من النماذج الفاعلة في إدارة الأزمات. نعم، في أحد يكتب باللغة الإنجليزية ساعدنا. نموذج نود أنتوكو، نعم، هذا النموذج أيضا من النماذج التي تركز بالدرجة الأولى على تشكيل فريق متخصص في إدارة الأزمات وتحديد الأدوار بدقة ووضوح. هذا النموذج دائما أنه من خلال هذا الفريق المتخصص، سواء كان متخصصين ماليين أو يعني ارتباط بواقع الأحداث أو متخصصين طبيين أطباء إغاثة مهما كان أو دوليين، حسب الأزمة وحسب التعامل مع الأزمة وطرق التعامل مع الأزمة ونوعية الأزمة بشكل عام. طبعا كل أزمة لها متخصصين في مجالها، في المنظمة ممكن يكون عندنا يعني بعض المتخصصين الذين يعني لهم دور مثلا في الموارد البشرية في إدارة الأزمات بشكل عام، إن يكون هذولا المتخصصين المتميزين في كل أزمة بحد ذاتها. الأزمات الدولية طبعا بيكون عندنا إغاثة، بيكون عندنا متخصص دولي، بيكون عندنا ناس قادرين على إدارة الأزمة للمتخصصين الطبيين إلى آخره، وحسب الأزمة اللي نتعامل مع أزمة طبية، أزمة مالية، أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، أزمة قانونية تحتاج إلى مستشارين قانونيين وهكذا. إذن الأزمة حسب التعامل بشكل عام ونوعية الأزمة اللي احنا رايحين نتعامل معها. طبعا هون احنا بنحاول في وفق هذا النموذج من خلال هؤلاء المتخصصين ان نتعرف على الجوانب الضعف، القوة، نتعرف على مسح البيئة، اي تعديلات في الخطة، كيف انه نضمن استمرارها بالطريقة الصحيحة. وايضا من الامور بيركز عليها النموذج انه من الضروري انه يكون عندنا منشأ يعني مركز يتم من خلاله التنبؤ بالازمات ومعرفة الازمات والتعامل مع الازمة بشكل عام، ويعني التعامل قبل الأزمة وأثناءها وبعدها، وما هي الخطوات التي يمكن أن نتعامل معها وفق هذا النموذج. النموذج الثالث هو يسمى نموذج مايرز، هذا النموذج من النماذج أيضا الجيدة في إدارة نعم الأزمات، وهو نموذج كتبه عبد الرحمن ممتاز عبد الرحمن مايرز من النماذج المميزة في إدارة الأزمات. بحسب هذا النموذج احتمالية وقوع الأزمة وتقدير مستوى استعداد المنظمة إلها، بحاول قدر الإمكان يتعرف على كيفية التعاطي مع الأزمة بشكل عام، بحاول إنه كيفية أيضا اختيار فريق الأزمة. لاحظوا إنه كل يعني تقريبا هم متشابهين في إدارتهم للأزمة كافة النماذج، لكن كل نموذج له طريقة معينة وأسلوب معين في إدارة الأزمة بشكل عام. إحنا ما بدنا نأخذ كل التفاصيل عن النماذج، لكن بدنا نتعرف على أبرز النقاط فقط لا غير، اللي ممكن إنه يكون للنموذج له دور فيها وفي نجاحه وفي تميزه بشكل عام. أيضا يعني في نموذج مورفي أند بايلر، هذا النموذج أيضا من النماذج الجيدة اللي بتركز وعليكم السلام مورفي أند بايلر، هذا النموذج لو تكتب يا عبد الرحمن أيضا هذا النموذج باللغة الإنجليزية بركز على التدخل في الأزمة ومعالجتها وفق محددات معينة.
أهم المحددات اللي بركز عليها بهذا النموذج نعم هي محددات عامة. المحددات العامة نقصد فيها ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تكنولوجية، سياسية، قانونية، كل هذه الأمور الأساسية متعلقة بنموذج مورفي أند بايل. نعم. أيضا في عنده محددات خاصة بالمنظمة، محددات يعني خاصة بالمنظمة اللي بتركز مثلا على الموردين، على الموزعين، على المنافسين، كل هذه أيضا من الأمور اللي بركز عليها كمحددات خاصة داخل المنظمة. هناك محددات أيضا خاصة بالمنظمة نفسها، أهمها التكاليف المسموح بها لإدارة الأزمة والصلاحيات الممنوحة لإدارة الأزمة، طبيعة الضغوط في إدارة الأزمة. كل هذه أو أبرز شيء بركز عليه هذا النموذج هي يعني طرق لمعالجة الأزمة وفق محددات أساسية، وقسمها هذا النموذج إلى ثلاثة محددات. رحيم نأخذ يبقى عنا شرح إن شاء الله النموذج العام لإدارة الأزمات، يعني بعد ما نلخص برد نرجع لأهمية هذا النموذج في إدارة الأزمات بشكل عام. في أي سؤال؟ نلخص الأربع نماذج الأولى وبعدها النموذج العام لإدارة الأزمات. لا يوجد يعني هو بالتفرقة بين تسأل بين النماذج، أنت ك يعني منظمة أو دولة عندها أزمة معينة يمكن استخدام أي نموذج من هذه النماذج، وكلها هي نماذج متشابهة، لكن إحنا راح نحط نقاط أساسية لغايات الاختبارات إن شاء الله يعني يمكن التركيز عليه، لكن كنموذج بشكل عام هي كلها بتركز على إنشاء فريق معين، تركز على كيفية إدارة الأزمة قبل وأثناء وبعد، تركز على كيفية يعني التدخل في الأزمة والتكلفة اللي ممكن تخسرها المنظمة نتيجة التدخل بالأزمة، تركز على سمعة المنظمة أثناء الأزمة وبعدها. هذا كله من الأمور اللي تركز عليها هذه النماذج، وهي قريبة جدا من بعضها البعض، لكن احنا لغاية الاختبارات ممكن انه نميز بنقاط معينة سلسة وبسيطة إن شاء الله. في أي سؤال؟ طيب نبدأ العنوان الرئيسي، نلخص إن شاء الله العنوان الرئيسي: نماذج فاعلة لإدارة الأزمة. نماذج فاعلة لإدارة الأزمة، طبعا نكتب زي ما كتبهم عبد الرحمن كافة النماذج باللغة الإنجليزية. أولا نموذج think زي ما كتبنا قبل شوي، think F-I-N-K، نموذج think يعتبر نموذج think أهم نموذج من نماذج إدارة الأزمات. ركزوا إنه كل النماذج باللغة الإنجليزية ما بدنا بالعربي، نموذج لأنه باللغة بالاختبارات تجي مكتوب نعم باللغة الإنجليزية، نعم think، إذا يعتبر نموذج think أهم نموذج من نماذج إدارة الأزمات. لو سألنا سؤال إنه ما هو أو أهم نموذج من نماذج إدارة الأزمات، كتبنا لكم مورتي أند بايلي مثلا على سبيل المثال، نود أند توكو، مايرز، ثينك، إذا الجواب بيكون ثينك هو أهم نموذج من نماذج إدارة الأزمات. يركز هذا النموذج على أولا أو واحد قيمة أثر الأزمة وقياس الخراب والدمار والآثار السلبية التي تنجم عن الأزمة. إذا واحد يركز هذا النموذج على قيمة أثر الأزمة وقياس الخراب والدمار والآثار السلبية التي تنجم عن الأزمة. اثنين، يركز على قياس درجة التأثير وتحديد
الخطوات التي تمكن من تقليل تأثير الأزمة. اثنين، قياس درجة التأثير وتحديد الخطوات التي تمكن من تقليل تأثير الأزمة. وثلاث، يركز على تكلفة التدخل لإدارة الأزمة. تكلفة التدخل لإدارة الأزمة. النموذج الثاني، نموذج نود اند توكو، كتبها عبد الرحمن قبل قليل. نموذج نود اند توكو، يركز هذا النموذج على تشكيل فريق متخصص. شكرا يا عبد الرحمن. تشكيل فريق متخصص في إدارة الأزمات وتحديد الأدوار بدقة ووضوح. يركز هذا النموذج على تشكيل فريق متخصص في إدارة الأزمات وتحديد الأدوار بدقة ووضوح، كما يركز على تطوير وإعداد خطة عملية للتعامل مع الأزمة. كما يركز على تطوير وإعداد خطة عملية للتعامل مع الأزمة وتشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف في المنظمة. وتشخيص نقاط القوة والضعف في المنظمة. هذا نموذج نود اند توكو. والأمر الثالث الذي يركز عليه هو إنشاء مركز لإدارة الأزمات لمساعدة أو للمساعدة في أداء جميع المهام بصورة أكثر نجاح، لمساعدة فريق الأزمة لأداء جميع المهام بصورة أكثر نجاح. هذا النموذج نود اند توكو. النموذج الثالث، نموذج مايرز، يركز هذا النموذج على احتساب احتمالية وقوع الأزمة وتقدير مستوى استعداد المنظمة. يركز هذا النموذج على احتساب احتمالية وقوع الأزمة وتقدير مستوى استعداد المنظمة. كما يركز هذا النموذج اللي هو مايرز على عرض كشف وعرض أنواع الأزمات التي يمكن أن تواجهها المنظمة في كل مجال من مجالات الأعمال بصورة مستقلة. إذن نموذج مايرز يركز على
احتساب احتمالية وقوع الأزمة وتقدير مستوى استعداد المنظمة لها وكشف وعرض أنواع الأزمات التي يمكن أن تواجهها المنظمة في كل مجال من مجالات الأعمال بصورة مستقلة. هذا نموذج بايرن. النموذج الأخير أو الرابع نموذج مورفي أند بايلي. مورفي أند بايلي نعم. مش فينا عبد الرحمن بايلي. نعم. كتب الواي. بايلي. يركز نموذج مورفي أند بايلي على مجموعة من المهام يركز على مجموعة من المهام وهي ألف مهام أساسية باء مهام ثانوية وجيم مهام تكميلية. إذا نموذج مورفي أند بايلي يركز على مجموعة من المهام ألف مهام أساسية باء مهام ثانوية وجيم مهام تكميلية. كما يركز هذا النموذج على مجموعة من المحددات أولا أو ألف محددات عامة ومنها المحددات الثقافية والاجتماعية والسياسية والقانونية ب محددات خاصة بالمنظمة ومنها الموردين الموزعين والمنافسين. جيم محددات خاصة بالأزمة نفسها ومنها التكاليف المسموح بها لإدارة الأزمة وطبيعة الضغوط على إدارة الأزمة. هذا كل ما يتعلق بالنماذج الأربعة الأولى. إذا في أي سؤال كامل إيمان كامل بديك إياه. نموذج مورفي أند بايلي أو بايلي كامل. طيب يركز هذا النموذج على مجموعة من المهام ألف مهام أساسية باء مهام ثانوية جيم مهام تكميلية. كما يركز على مجموعة من المحددات وهي ألف محددات عامة ومنها
المحددات الثقافية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ب محددات خاصة بالمنظمة نفسها ومنها الموردين، الموزعين، المنافسين، ج محددات خاصة بالأزمة نفسها ومنها التكاليف المسموح بها لإدارة الأزمة. أو النقطة الثانية، طبيعة الضغوط على إدارة الأزمة. في أي سؤال؟ طيب، النموذج الأخير هو عن النموذج العام لإدارة الأزمات بشكل عام. هذا النموذج يركز على يعني محاولة إنه يكون عندنا بروسيجرز معينة أو إجراءات معينة يجب علينا اتباعها في كل موقف من مواقف الأزمات. هذا يركز على الإنذار المبكر وكيف إنه يكون عندنا نظم تحذير واضحة في التعامل مع الأزمات بشكل عام. طبعا هذا النموذج يعتبر من النماذج الجيدة والذي يضع إرشادات معينة في التعامل مع الأزمات وكيفية إنه يكون عندنا موارد يعني قادرة من خلال يعني استخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة، وهذا مفهوم الإدارة بشكل عام، إنه يستخدم كافة الموارد الموجودة عندنا بالطريقة المناسبة والتعاطي مع الأزمة واستغلالها. عندنا إمكانيات بشرية، قد يكون عندنا يعني متخصصين، قد يكون عندنا موارد مالية قوية، قد يكون عندنا يعني إدارة جيدة. كافة هذه الموارد المتاحة الموجودة عندنا يجب علينا أن نقوم باستغلالها واستخدامها بالطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة بشكل عام. يجب أن يكون هناك طبعا يعني الأهداف اللي بدنا نضعها في وقت هذا النموذج أن تكون أهداف واضحة، وأن يكون عندنا سرعة معينة في التعامل بدقة مع الأزمة بشكل عام. لازم يكون عندنا يعني استعانة أيضا بالخبراء المتخصصين الأشخاص القادمين على التعامل مع الأزمة، ودائما هذا النموذج بيحاول أنه يتبع أساليب العلاج والإصلاح في البداية، ومن ثم نحاول التجديد ويعني ما هي الأساليب اللي ممكن إنه نستخدمها في إدارة الأزمة بشكل عام، ومن ثم التطوير. هذا النموذج يعتبر يعني نموذج جيد ونموذج أو متميز يعني في إدارة الأزمة بشكل عام. تتبعه العديد من المنظمات يعني قدر الإمكان لاحتواء الأزمة والمشاكل الموجودة فيها بشكل عام. إذا ما في أسئلة ممكن نلخص النموذج العام لإدارة الأزمة. في أسئلة؟ طيب، العنوان النموذج الخامس اللي هو النموذج العام لإدارة الأزمة. النموذج العام لإدارة الأزمة يركز هذا النموذج على تزويد المنظمة بمؤشرات وتحذيرات مبكرة عن احتمال وقوع الأزمة. إذا يركز هذا النموذج على تزويد المنظمة واحد هذه بمؤشرات وتحذيرات مبكرة عن احتمال وقوع الأزمة. كذلك يركز اثنين على تصميم إطار عام للإجراءات التي يجب اتباعها عند الأزمة. التي يجب اتباعها عند وقوع الأزمة. تصميم إطار عام للإجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع الأزمة. ثلاثة، يركز هذا النموذج على إدارة الأزمة قبل وأثناء
وبعد وقوعها. إذن يركز هذا النموذج أيضا على إدارة الأزمة قبل وأثناء وبعد وقوعها، كما يركز على 4 تحديد الموارد المتاحة التي يمكن استخدامها في التعاطي مع الأزمة. يركز على تحديد الموارد المتاحة التي يمكن استخدامها في التعاطي مع الأزمة، كما يركز على التحليل الدقيق والمتعمق للواقع الذي نجم عن وقوع الأزمة. التحليل الدقيق والمتعمق للواقع الذي أدى لوقوع الأزمة، التحليل الدقيق للواقع الذي أدى إلى الوقوع في الأزمة. والنقطة الثالثة والأخيرة، يركز على إدارة الأزمة بعد وقوعها بنجاح من خلال المرحلة الأولى للعلاج والإصلاح، ومن ثم التجديد، ومن ثم التطوير، وأخيرا الارتقاء والنمو السريع. إذن يركز أيضا على إدارة الأزمة بعد وقوعها بنجاح من خلال ألف العلاج والإصلاح، وباء أو مرحلة العلاج والإصلاح، ب مرحلة التجديد، وجيم مرحلة التطوير، ودال مرحلة الارتقاء والنمو السريع. تعيد بشكل سريع هذا النموذج، النموذج العام لإدارة الأزمات. يركز هذا النموذج 1 على تزويد المنظمة بمؤشرات وتحذيرات مبكرة عن احتمال وقوع الأزمة. 2 تصميم إطار عام للإجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع الأزمات. 3 يركز هذا النموذج على إدارة الأزمة قبل وأثناء وبعد وقوعها. 4 يركز هذا النموذج على تحديد الموارد المتاحة التي يمكن استخدامها في التعاطي مع الأزمة. 5 يركز على التحليل الدقيق للواقع الذي أدى إلى الوقوع في الأزمة. 6 يركز هذا النموذج أيضا على إدارة الأزمة بعد وقوعها بنجاح من خلال مجموعة من المراحل، وهي 1 مرحلة العلاج والإصلاح، وب مرحلة التجديد، وجيم مرحلة التطوير، ودال مرحلة الارتقاء والنمو السريع. في أي سؤال؟ المرحلة الأولى من المراحل التي يتم إدارة الأزمة بعد وقوعها بنجاح هي في وفق النموذج العام لإدارة الأزمات، هي مرحلة التجديد، ب مرحلة التطوير، د جيم مرحلة العلاج والإصلاح، ود مرحلة الارتقاء والنمو السريع. يركز النموذج العام لإدارة الأزمات
على الأزمة ألف قبل وقوعها، باء الأزمة أثناء وقوعها، جيم الأزمة بعد وقوعها، دال الأزمة قبل وأثناء وبعد وقوعها. نعم، قبل وأثناء وبعد وقوعها. من أهم المحددات الخاصة التي يركز عليها نموذج مورفي أند بايلي هي ألف الموردين، باء المحددات الثقافية، جيم السياسية، دال القانونية. من أهم المحددات الخاصة بالمنظمة، نعم، هي الألف. الموردين بشكل أهم المحددات الخاصة بالمنظمة، الموردين والموزعين صوت واضح، ما ادري كيف طلعت من النظام، حسيت حالي فجأة. صوت واضح؟ طيب، بس نعيد السؤال مرة ثانية. السؤال: أهم المحددات الخاصة بالأزمة نفسها، واحد أو ألف التكاليف المسموح بها لإدارة الأزمة، باء الموردين، جيم المنافسين، دال الموزعين. شو الجواب؟ نعم، التكاليف المسموح بها لإدارة الأزمة، هاي محددات خاصة بالأزمة نفسها. أهم المحددات، نعم، الخاصة بالمنظمة، ألف المحددات السياسية، باء الاقتصادية، جيم طبيعة الضغوط على إدارة الأزمة، دال المنافسين. أهم المحددات الخاصة بالمنظمة، ألف قلنا محددات سياسية، باء اقتصادية، جيم طبيعة الضغوط على إدارة الأزمة، ودال المنافسين. المنافسين، نعم. واضح؟ أدلية في الأسئلة البسيطة. النموذج الذي يركز على النموذج الذي يركز على تشكيل فريق متخصص في إدارة الأزمات وتحديد الأدوار بدقة ووضوح، واحد نموذج نود أند توكو، اثنين نموذج فينك، ثلاث نموذج مايرز. نود أند توكو ممتاز. من النماذج الفاعلة في إدارة الأزمات، نموذج Think، نموذج Think، نموذج Mood، نموذج Nod بالإنجليزي كلها، هذا مشان تخربطكم. نموذج Think، نعم. طيب، آخر سؤال: أهم نموذج من نماذج إدارة الأزمات هو Myers. نعم، Myers Not until for things. نعم، طبعا باللغة الإنجليزية. طبعا المرة القادمة إن شاء الله. في أي سؤال قبل ما نغادر؟ في أي سؤال؟ المحاضرة القادمة بعون الله تعالى ستكون يوم الأحد، راح نأخذ فيها اتصالات الأزمة إن شاء الله، وراح نأخذ كل ما يتعلق بالاتصالات الأزمة، وأيضا أساليب إدارة الأزمات إن شاء الله.
ممكن ننهي المحاضرة القادمة أو يعني ممكن يظل نصفها لبعد القادمة. ما تبقى من المحاضرات إن شاء الله سنكمل اللي هو المحاضرة الأخيرة، أهم شيء تكون عنا الأسبوع القادم إن شاء الله بننهي المنهج إن شاء الله أحد وأربعاء، ننهي المنهج كاملا أحد وأربعاء، والأسبوع الأخير بركز عليها راح تكون محاضرة لغايات المراجعة إن شاء الله، هي الأحد ليس القادم اللي بعده بتكون آخر محاضرة اللي محاضرة رقم 12. عندنا 10 يوم الأحد و11 يوم الأربعاء و12 يوم الأحد، اللي هي محاضرة الأحد رقم 12 ستكون لغاية المراجعة، ويعني التركيز على بعض النقاط الأساسية والهامة إن شاء الله. مرة ثانية بركز أيضا على عدم اعتماد أي ملخص، للأسف لحد هذه اللحظة يعني ممكن نجد بعض الطلاب اللي ما بيعرفوا بوجود ملخص شامل وكامل. بارك الله بالإخوان اللي والأخوات اللي قاعدين بيرخصوا لزملائهم وبيسهلوا عليهم لعدم قدرتهم على حضور المحاضرات، يعني هؤلاء الزملاء قاعدين بيبذلوا من وقتهم وجهدهم وبنزلوا لكم ملخص يعني كافي ووافي إن شاء الله للاختبارات، الله جزاهم خير ما قصروا معكم نهائيا. لكن برضو واجبنا من خلال المنتدى أن نوضح لباقي الزملاء أنه لا يوجد نهائيا أي ملخص إلا الملخص لهذا الفصل، واجبكم حذروا بعض الطلاب اللي ما بيعرفوا، للأسف البعض ما بيعرف بيجيب ملخصات قديمة وقد تضر ولا تنفع، ممكن ما يكون فيها 20-30% من المادة، لأن احنا بنركز على النقاط الأساسية في كل ملخص في كل فصل لوضع الأسئلة النهائية. يعطيكم العافية جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاءنا يوم الأحد إن شاء الله، السلام عليكم.